مرحبا، اليوم رح نعالج نبتة السجادة اللي عندي من البق الدقيقي. هيك شكل الإصابة، بتلاقوا شي لونه أبيض صغير على الفروع والورق. الأحسن نعمل هاي العملية بمكان مفتوح منشان المواد الكيماوية. بنصحكم تستخدموا ماسك لأنه ريحة مبيد الحشري كتير سيئة وضارة، وأنا هذا هو المبيد الحشري اللي حاستخدمه اليوم، خففته بهاي القنينة. أول خطوة إني بخيت كل النبتة وكل الورق من فوق ومن تحت. شايفين الإصابة اللي هون؟ لحتى ننظفها رح نبخ مبيد حشري على نكاشات الأسنان ونمسح أماكن الإصابة وخاصة مكان منبت الورق. لازم نكون كتير دقيقين بالتنظيف وما ننسى ولا مكان. عشان تنظيف الورق حبخ مبيد حشري على قماشة وامسح الورق من وش والقفا. هلا خلصت من عملية تنظيف النبات. بعد أسبوع حأرجع شيك على النبات مرة تانية، ممكن تظهر الإصابة عادي برجع بعالجها هيك لحتى كل النبتة تصير نظيفة.